الصباح المعجزة هو حرفياً الشيء الوحيد الذي سيحدث تغييرات فورية عميقة في أي مجال من مجال حياتك. إن قراءة الصباح المعجزة هي منح نفسك هدية الاستيقاظ كل يوم لإمكاناتك الكاملة. حان الوقت للتوقف عن تأجيل خلق الحياة التي تريدها وتستحق أن تعيشها. فقد أثبتت صباح المعجزة أنها الشيء الوحيد الذي يمكنه تحقيق اختراقات كبيرة وقلب الظروف غالبا في فترة زمنية قصيرة جدا. أنت على وشك أن تبدأ رحلة خارقة باستخدام عملية ثورية مضمونة لتغيير أي أو كل مجال من مجالات حياتك. كل ذلك قبل الساعات 8 صباحا، وعليك أن تستيقظ كل صباح بإصرار إذا كنت ستخلد إلى النوم بارتياح. هل تريد أن تزيد إمكاناتك وتخلق مستويات النجاح التي تريدها حقا في كل مجال من مجالات حياتك؟ هنا لابد من خلق حياتك المستوى العاشر. فمعظم الناس يستسلمون لأنفسهم لحياة وسيطة ويقبلون ما تعطيه لهم الحياة. يمكنك أن تصبح أحد الأشخاص القلائل الذين يعيشون بالفعل حياة استثنائية تستحقها جميعا: السعادة، الصحة، مال، حرية، نجاح، حب. يمكنك الحصول على كل شيء. ماذا لو أخبرتك أن كل شيء يبدأ بكيفية استيقاظك في الصباح؟ فهناك الآلاف الأشخاص حول العالم حولوا حياتهم بالفعل باستخدام صباح المعجزة. إن صباح المعجزة ليست مجرد تمكين، إنها بسيطة وممتعة، وهو شيء ستتمكن قريبا من القيام به بدون جهد لبقية حياتك. فهناك أشخاص يستيقظون مبكرا حتى في عطلات نهاية الأسبوع لمجرد أنهم يشعرون بتحسن وينجزون المزيد عندما يفعلون. ومن الفوائد الأكثر شيوعا التي يمكن أن تتوقع الحصول عليها من صباح المعجزة: الاستيقاظ كل يوم بمزيد من الطاقة والشعور بالحماس، خفض مستويات التوتر، التغلب بسرعة على أي تحديات أو معوقات، تحسين الصحة العامة وفقدان الوزن، زيادة الإنتاجية. وستجد أن الطريقة التي تقضي بها الساعة الأولى من يومك تصبح المفتاح لخلق مستويات النجاح التي تريدها. قاع الصخرة الأولى. كان أول قاع صخرتي هو الأخير تقريبا عندما كنت في السن 20 عندما صدمني سائق مخمور. قاع الصخرة الثانية. ديون عميقة واكتئاب ويأس، وكنت في أدنى نقطة في حياتي. لقد ضربت صخرتي لأني كنت أعلم أنه بغض النظر عن مدى سوء الحياة هناك دائما طريقة لتغييرها. أردت نجاح المستوى العاشر، لكن مستوى تطوري الشخصي كان عند مستوى 2 تقريبا. كلنا نريد المستوى العاشر في كل مجال في الحياة، لكن إذا كانت مستويات تطورنا الشخصي، المعرفة، الخبرة في أي منطقة ليست بالمستوى العاشر، فالحياة ستكون صراعا. سيكون عالمنا الخارجي انعكاسا لعالمنا الداخلي. في الواقع كنت أخشى الاستيقاظ مبكرا، ولكن كان تنفيذ أول تطور شخصي لي في الصباح هو أن يكون الخيار الأكثر فائدة. وقد قمت بسحب قطعة من الورق وكتبت جميع ممارسات التنمية الشخصية الأكثر تغييرا في الحياة التي تعلمتها: أنشطة مثل التأمل، القراءة، ممارسة الرياضة. وكان النظر إلى هذه القائمة جعلني أشعر بالدافع، وتحولت فكرة الاستيقاظ مبكرا من شيء أخافه إلى شيء أكثر جاذبية. وفي تلك الليلة استطعت أن أنام وكنت سعيدا للغاية في الصباح التالي. وبعد أقل من شهرين من أول معجزة صباحية كان داخلي أعلى من أي وقت مضى. وفي غضون بضعة أسابيع كان العشرات من عملائي يشاركونني. كانوا يواجهون نفس الأنواع من الفوائد المتغيرة للحياة خلال معجزة الصباح. أخبر بعض عملائي أصدقائهم وزملائهم عن كيفية تغيير صباح المعجزة لحياتهم،
وانتشر من خلال عالم الانترنت مثل حرائق الغابات. لقد مرت 5 سنوات منذ أن أخبرت أصدقائي عن صباح المعجزة، وما زلت أتلقى المئات من الرسائل البريد الإلكتروني من الناس للتعبير عن امتنانهم وحماسهم لما فعلته صباح المعجزة لحياتهم. أصبحت معجزة الصباح يقظة عالمية، أو من خلال دعوتهم لمتابعة قناة صباح المعجزة. فهناك 3 خطوات بسيطة ولكنها حاسمة للارتفاع فوق المتوسط. الخطوة الأولى: الاعتراف بأن 95% من مجتمعنا لن يعيشوا الحياة التي يريدونها حقا، ويعيشون حياة أقل بكثير من إمكاناتهم. من المهم أن نستكشف الأسباب التي تجعل معظم الناس يكافحون من أجل المتوسط في حياتهم. الخطوة الثانية: تحديد أسباب المتوسط. إن الخطوة الحاسمة هي إذا كنت تريد أن تعيش حياة غير عادية، فيجب عليك تحديد الأسباب الأساسية للوسط حتى تتمكن من منعهم من سرقة الحياة التي تريدها. ومن أحد أسباب العيب في الحياة هو الحالة أسميها متلازمة الرؤية الخلفية، والتي من خلالها نعيش باستمرار ونعيد إنشاء ماضينا. فنحن نؤمن خطأ بأن ما نحن هو ما نحن عليه، مما يحد من إمكاناتنا الحقيقية في الحاضر بناء على قيود ماضينا. ومعظم الناس يمرون بالحياة يوما بعد يوم ولا يغيرون أبدا جودة حياتهم، والخوف من الأمس. فعندما تتاح الفرص لتحقق بسرعة من مرآة الخلفية لدينا لتقييم قدراتنا السابقة، لما أفعل شيئا كهذا من قبل؟ لم أحقق هذا المستوى أبدا، سأستسلم فقط. فإذا كنت تريد تجاوز ماضيك، فيجب عليك التوقف عن العيش بعيدا عن مرآة الرؤية الخلفية، والبدء في تخيل من الاحتمالات غير المحدودة. وكرر ذلك لنفسك، وسيبدأ عقلك الباطن في امتصاص التأكيدات الذاتية الإيجابية، وتحرك باستمرار في اتجاه رؤيتك حتى تصبح واقعك. عدم وجود غرض. إذا سألت الشخص العادي عن غرض حياتك، ستحصل على نظرة مضحكة أو رد مثل: ضع في اعتبارك أنك يمكنك تغيير غرض حياتك في أي وقت. كلما كبرت وتطورت، سيكون هدفك المهم هو أن تختار غرضا وتبدأ في العيش به الآن. أي ركز على النمو وأن تكون أفضل ما يمكن أن تكون عليه، ومتابعة أحلامك هذا هو هدفك. عزل الحوادث. في كل مرة تختار فيها أن تفعل الشيء السهل بدلا من الشيء الصحيح، فأنت تقوم بتشكيل هويتك وتصبح نوع الشخص الذي يفعل ما هو سهل وليس ما هو صواب. فيجب أن نتوقف عن عزل الحوادث ونبدأ في رؤية الصورة الأكبر، وندرك أن كل ما نقوم به يؤثر على من أصبح. فإن ما تفعله هو تحديد من ستصبح. عدم المساءلة. المساءلة هي فعل المسؤولية تجاه شخص آخر، وهي كل نتيجة إيجابية منذ الولادة حتى سن 18 التي قدمناها لنا الكبار في حياتنا: الأكل، الواجبات المنزلية، الاستحمام، النوم مبكرا. ولقد جلبت المساءلة النظام في حياتنا، ولم تكن شيئا طلبناه بل شيئا تحملناه منذ الطفولة، كما فرض علينا الكبار دون وعي لمقاومة المساءلة بعد ذلك عندما بلغنا 18 عاما. اعتنقنا الحرية وتجنبنا المساءلة حتى استمر الهبوط وعادات ضارة وأخذ طرق مختصرة. والآن تكافح لتحقيق مستويات جديرة بالنجاح، يجب العودة إلى المساءلة، ويمكن الحصول على شريك للمساءلة خاص بك، مدربا أو مرشدا أو صديقا. ويمكنك أيضا نشر دعوة مثل: أنا أبحث عن شخص يريد تحسين حياته ليكون شريك المساءلة
لمعجزة الصباح لمدة 30 يوما. دائرة التأثير المتوسط. أظهرت الأبحاث أن الشخص الذي تقضي وقتك معه هو العامل الأكبر تحديدا في الشخص الذي تصبح فيه نوعية حياتك. إذا كنت محاطا بالأشخاص الكسولين والضعفاء فستصبح حتما مثلهم. أقضي الوقت مع أصحاب الإنجازات الإيجابية والناجحة وستصبح مثلهم. ابحث عن الأشخاص الذين يؤمنون بك ويمكنهم مساعدتك إلى الوصول، ويمكنك الانضمام إلى مجتمع عبر الإنترنت حيث يمكنك التواصل مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل. عدم الحاجة الملحة. يمكن القول أن السبب الوحيد الأكثر أهمية للوسطية والإمكانات غير المحققة هو أن معظم الناس لا يشعرون بالحاجة الملحة لتحسين أنفسهم حتى يتمكنوا من تحسين حياتهم، لأن ما تفعله اليوم هو الذي يحدد من أنت، والخطوة الثالثة هي اتخاذ القرار. عليك أن تتخذ اليوم قراراً بأنك مستعد لإجراء التغييرات اللازمة لضمان قدرتك على خلق الحياة التي تريدها حقاً. والحقيقة هي أنه إذا لم تتغير الآن فلن تتغير حياتنا ولن تتحسن. يمكنك أن تقرر أن المتوسط لم يعد مقبولا. لا يمكنك اختيار الشخص الذي تحتاج إليه لتكون الحياة الاستثنائية التي تريدها حقا. يمكن لمعجزة الصباح أن تعطيك تلك الحياة، وعليك أن تستيقظ كل صباح بإصرار. فكثير من الناس الذين يعانون من الاكتئاب يقولون أن وقت الصباح هو الأصعب. ومن ناحية أخرى، عندما تستيقظ كل يوم بشغف وهدف فإنك تنضم إلى نسبة المتفوقين الذين يعيشون أحلامهم. وقد وجدت بعض الأبحاث أن فترات النوم الطويلة ترتبط بزيادة المرض والاكتئاب. وتتحدث معجزة الصباح عن إعادة خلق تجربة الاستيقاظ والشعور بالحيوية والإثارة والقيام بذلك لبقية حياتك. ويكمن التحدي في كيفية منح نفس الدافع الذي تحتاجه للاستيقاظ مبكرا. وهنا 5 خطوات للاستيقاظ مبكرا. أولا، حدد نواياك قبل النوم. ثانيا، حرك المنبه الخاص بك ولا تجعله بجوار سريرك. ثالثا، نظف أسنانك. رابعا، شرب كوب كامل من الماء لترطيب جسمك وعقلك بأسرع ما يمكن. خامسا، ارتداء الملابس والانخراط في معجزة الصباح. نحن نعيش في واحدة من أكثر الأوقات ازدهارا وتقدما وإتاحة المزيد من الفرص، ومع ذلك معظمنا لا يستغل الإمكانات. الفجوة المحتملة. هناك فجوة تفصل بيننا وبين ما يمكننا أن نصبح، فنشعر بالإحباط ونقص الدافع. تختلف هذه الفجوة المحتملة في الحجم من شخص إلى آخر. قد تشعر أنك قريب جدا من إمكاناتك الحالية، وأن بعض التعديلات يمكن أن تحدث فرقا كبيرا. وقد تشعر عكس ذلك. حياتك هي المكان الذي تكمن فيه قدرتك على خلق معتقدات جديدة في عالمك الداخلي، أي أن عالمنا الخارجي هو انعكاس لعالمنا الداخلي. أي لا بد من تخصيص الوقت كل يوم لتنمية شخصيتك. أدخل مدخرات حياة صباح المعجزة مجموعة من 6 ممارسات يومية تعزز الحياة ويطورها. مدخرات الحياة. الصمت هو من أهم المجالات لتحسين أساليب حياتنا الصاخبة، فعقولنا غالبا ما تكون مبتلاة بالثرثرة الداخلية حول ما يتعين علينا القيام به. فالصمت هو أحد أفضل الطرق لتقليل التوتر على الفور. التأمل هو إسكات أو تركيز العقل لفترة من الزمن، وهو أكثر فاعلية من الدواء ويخفف من الإجهاد والألم والتوتر. شكرا على الاستماع. لا تنسوا الاشتراك بقناة أكرم الناس والضغط على زر الإعجاب
وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم منا كل ما هو مفيد وجديد. حياكم الله.